ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. اخوات الايمان والاسلام، ما زال العطاء يتواصل ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم. هيا بنا نعود الى كتاب الله، ايات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها على مسامع حضراتكم علم من اعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية ونجم من نجوم اتحاد الاذاعة والتلفزيون النوارة والنقيب، نوارة اتحاد الاذاعة والتلفزيون ونقيب القراء بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون والمقيم بمسهلة التابعة لمركز مدينة السلطة بمحافظة الغربية، يتلو علينا من ايات الله بينات. ندعو الله تبارك وتعالى ان يفيض عليه بفيضات القرآن الكريم ولي ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا. صدق الله العظيم. كذلك نقص عليك من أنباء قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ومن
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء صدق الله العظيم. كذلك نقص عليك من أنباء سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه وزا
وزرا خالدين فيه وساءلهم يوم القيامة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن فقل ينسفها ربي نسفا صدق الله العظيم.
ويسألونك عن ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا صدق الله العظيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا
وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات صدق الله العظيم. وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن
وخشعت الأصوات للرحمن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي وما خلفهم ولا يحيطون به علما صدق الله العظيم.
يعلم ما بين أيديهم وما يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا
صدق الله العظيم. وكذلك أنزلناه قرآنا تعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. بسم الله سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأما إلى ربك ليس للإنسان إلا ما سعى الجزاء الأوفى.
وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك صدق الله العظيم. الله يكرمك. الله يكرمك.
وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأقنى وأمه هو رب الشعرى وأمه هو رب الشعرى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فبأي آلاء ربك تتمارى وقوم نوح من قبل أي آلاء ربك تتمارى
وأنه أهلك عادا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا قبل إنهم كانوا
والمتفكة أهوى والمتفكة أهوى ما وشف بأي أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا القديم وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فنادى فقال أنا
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العظيم الفاتح.